عطرك يا شام حبي يعطر قدمي عالي المقام فينك ما رح يتغني عطرك يا شام حبي يعطر قدمي عالي المقام فينك ما رح ينحني تعالى ديار نظيفة وما بدها شطف واللي مو عاجبته يعمل همة ويشطفة بعدين أحسن ما تقولي لجاجة كش اضربيها وكسري رجلها شهيرة خانم شو صاير لك؟ لسه كل ما بحكي كلمة أنا بتطلعي لي سنجة عرض لا ترفعي صوتك واحكي مثل العالم والناس هلا شو حكيت أنا؟ اسكتي وبلع لك مصدي وبعدين لا تتأمري على ضرائري لازم انتو الثلاثة تتساعدوا بشغل البيت مو ترمية عليهم وبعدين انا ما عندي حدا احسن من حدا حاضر وانتو التنتين احسن مقاعدين عم تطقوا حنك ومو جاهزوا اوقتي للطبخة يلا صحيح مثل ما قالوا مركب الطراير غار قداس مور معلي عمي ابو رضوان بتعرفه ايه الكندرجي اللي عنا بالحارة بري عليك كل راس شهر بتاخذ له موني لشهر كامل
برغل وحمص وعدس واللازي منه وما بتاخذ منه ولا قرش. هلا اخذ له تشكيله ورولة عند منه. امرك معلم، الله يجزيك خير. ناديلي غريب. صار معلم. غريب قال لي معلم ريم بتروح على المطحنة بس شوف لي سيفه وخلص الطحنة ولا لسه؟ امرك معلم، بدك شي تاني؟ يا اهلا وسهلا، شرفت مظهر بيك. بس ما قلت لي زيارة عادية ولا في شكوى؟ لا لا، زيارة عادية، بس انت بتعرف انه زياراتي دائما فيها مصلحة لإلك. تفضل، انا عم بسمع. ابو عامر. شو بو ابو عامر؟ كتراني طلعاته من الحارة المساء وما بيرجع لآخر الليل. هذا ابو عامر زباينه كتار ومعارفه اكتر، بجوز يكون في عنده شروة ولا بيعة، ومعظم شغله صاير برات الحارة. وشو هالشروة والبيعة لآخر الليل؟ ما بيرجع لأدان الصبح. شو قصدك؟ عفوا يعني ما فهمت. يعني أنا خايف يكون أبو عامر. شو هو أبو عامر؟ تفضل كمل. هيك عم يقلي عقلي إنه بركي عم يشوفه لأبو الصلح. أبو الصلح؟ لا ما صار فيك، لا مو معقولة. هذا أبو الصلح مشلي عطرات وأزعر، وأبو عامر أكابر وشلوار بالخير. طيب بركي عم يشوف اللي عم يقاتلوا الفرنساوي. طيب ليش ليتي مع الناس اللي عم يحاربوه؟ ما بعرف، هي شغلتك، بس نحن لازم نتأكد وين عم يروح وين عم يجي أبو عامر. طيب وشلون بدنا نتأكد؟ أول شغلة لازم نغير حارس الحارة ونحط واحد من طرفك يشوف مين فايت ومين طالع. وتاني شغلة أنا بحط زلمة يراقب أبو عامر إيمتى طلع من الحارة وإيمتى لف عليها. إيه إيه بصير بصير مصر بيك. نحن لازم نوصل لأبو الصلح مشان مصلحتك مصلحة الحارة. وأنا كتير مبسوط باهتمامك بالحارة وأهل الحارة. أهلا وسهلا، ما قلت لي شو بدك تشرب؟ اشرب شاي. الله وقي لك هذا اللي صار يا صهري. السلام عليكم. السلام. شو بدك؟ شو جابك لهون؟ جاي لحتى احكي كلمتين مع صخر ورايح. احكي كلمتينك وانقلع برات الحارة. روق عمي شوي روق. صهري بعد اذنك، بعد اذنك ما تتدخل. شو بدك تقول يا ابو محمود؟ بدي اياك تطلع اختي. ايه وبعدين؟ ولا قبلي، هذا اللي بدي لك يا يلي عندك حكيته واسمعناه ابو محمود. شو يعني؟ يعني انقلع برات الحارة. يعني بفهم منك ما بدك يا يطلع. يا بتطلع برات الحارة يا بطالعك محملها. بيكون بعلمك اختي بده يطلع يعني بده يطلع. ايه لا انت ما عاد يمشي الحال معك هيك بنور. طول بالك عمي مشان الله السلم الاخر تشي. مشان الله عين سكوتك سلشتي. انا بقول لك ارجوك يا صهري بترجاك يا صهري حط ما دخلك محملها مع اولادك وعزة الله ورب العالمين. اشكال شفتك هون مرة تانية لا تفرق تحت الطرافة معاً. لك روح ابو محمود خلصتك كربان الله روح. معاك وخذ ضرب على نصها يا عم ضربك. يخرب بيته لك شو قال لنا موسى عمل كل هاي العملة وجاي لعند الحارة لك ما عاد استحوا. روق يا ابي روق. بعتذر منك صهري ما تواخذنا. حصل حصل خير عمي. صباوة يا ابي صباوة. عليك 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 يا عمى. ما في بالعادة الحمارة تمشي لحالها تقول صياح. شو صاير؟ غريب غريب. قلي الحمد لله على سلامتك وطلوعك من الكركون كمان. الله يسلمك يا بي. طيب عبزك كلمتين طلع عندي لهلا. لا ما بدي اتأخر علينا العامة. لك لش كاسة شاي وتمشي ما رح اخرك. تعال
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بدي أتأخر بس ها. لك عود مرزولة مرزوق. اللي حامل؟ أعطينا كاسة شاي لأبو بضاي. إيه أبشر تكرم. على رأسي مرزوق. إيه غريب أفندي. اللي حامل؟ شو بدها؟ مو أنا يلي بدي. لكن مين؟ مظهر بيك. مظهر بيك؟ شو بده مني؟ عاوزك بده يحكي معك جوز كلام، شنو ما هان عليه بنوب لما دري انك فتت على الكركون وراح بذات نفسه يتواسط لك عن غازي افندي، بس غازي افندي ما قبل انك تطلع لحتى يجي ماجد ويتنازع عن حقه. هلا مظهر راح على الكركون من شاني؟ وليش مستغرب؟ مظهر بيك ابن الحاره وابو ضاي وبحبها كثير، بحبها كثير غريب. لا ماني مستغرب، بس يعني ما له بالعاده مظهر بيك يهتم فيني كل هالقد. لك بالعكس، هو مهتم فيك كثير وقال لي بعظمه لسانه انه غريب شاب ابو ضاي وانا حبيته من قلبي، يعني هو حبك من قلبه، فشو قلت؟ روح تشوفه. ولا اعرف شو بده مني من الاول؟ شوفه لحتى تعرف شو بده منك. اخي الله يوفقك، اعتقد عمي بعمر بوايك يا اللي بيستعوني. هلا كل شغله بدك تحكي فيها معلمك، روح شوفه لمظهر بيك بدون ما تقول له لابو عامر. شو؟ بدون ما اقول له لعمي بعامر؟ وليش لحتى يعرف بعامر؟ ليه؟ صدقني اذا شفته لمظهر بيك رح تستفيد كثير، شنو هو بحبك ورح يكشكشك على اخيك. ماشي، خليني افكر فيها منيح ودوزنها براسي والمساء بدي لها خبر. استبينا؟ استبينا خلاص، بشوفك هون بالقهوه بعد صلاه العشاء. مش عمي، بالاذن. لك وين رايح وشاي؟ ما عاد قدر اتاخر اكثر من هيك، عندي شغل بوايكي. خلص مثل ما بدك، انا بستناك بعد صلاه العشاء. ماشي يا ابي، خاطرك. الله معه، الله معه غريب. الله يحميك. شو وين راح؟ منو هاي؟ غريب. ليش غريب كان هون؟ لك ايه كان هون وانت طلبت له كاسه شاي. شو عم تتبلاني؟ انا طلبت له كاسه شاي، خلاص اذا مشان كاسه الشاي اشربها وحسابي كمان. شو صاير كريم؟ شو قصدك ولا؟ لا ما قصدي شيء. تعال هون. شو بدك؟ حط كاسه الشاي. روح. تعال. جهزوا بدنك روح. شو هالعالم هي؟ ايوه. حامد هيك قال لك؟ ايه مرمي. قال انه طالب يشوفني وقال لي اني رح استفيد كثير اذا التقيت فيه. غريبة، شو بده منك مظهر بيك؟ ما بعرف معلم، بس أنا شو ساوي؟ روح شوفه. شوفه معلم؟ أنت شو قلت لحامد؟ قلت له اليوم ما سبرد لك خبر. معناها اليوم تروح لعند منه وبتشوفه لمظهر بيك وفهم لي منه على الآخر شو بده منك. بس يا معلمي. هلا شو عم بقول لك بتساوي؟ بتروح لعند منه وبتقعد مع مظهر بيك وسايره على الآخر، بدي أعرف شو بده منك. بأمرك مالي. بس وينك؟ اوعى حدا يدرى بهالشيء. وإذا سألك مظهر بيك عني، لا أنت حكيت لي ولا أنا بعرف. ماشي مالي. غريب والله. شو بده منه مظهر بيك؟ أهم شيء تكوني انبسطتي بالروب وبالعرس كمان. ييش انبسطت، كل مين شاف هالروب وهو يسألني منين جايبتي وعند مين انفصلتي ومنين شاريتي وأنا أقعد أكذب على هالنسوان. الله عليك يا ابتكار، شو دمك خفيف. الله يخلي لي ياك يا فكرية، عن جد إنك بيضتي لي وشي، ما بعرف كيف بدي أتشكري. ولو يا ابتكار شو هالحكي؟ أمانة الله أيمتى ما بيكون عندك مناسبة بتجي لعندي والروب اللي بيعجبك بتاخديه وبتمشي. تمك سالمة تقبريني، والله إنك ما بتقصري. هلا هالفساتين كلهم اللي عندك مطالعتيهم من جهازك فكرية؟ إيه لكان شو تقبريني؟ ابن عمي الحمد لله مو منقص علي شيء، مأكل وملبس من ما جميعه. الله يخليكم لبعض يا رب ويحمي لك يا. لو تعرفي إنه كل هالتياب حقهم من عند أهلي لما كنت بنت، وإنه جوزي من لما تجوزته ما جاب لي غير فستان واحد. خير فكرية فيكي شيء؟ لا حبيبتي ما في شيء. يا علي على هالنسوة، دك بعمل لك أحلى فنجان قهوة. طيب أنا إمتى بقدر أشوفه لمظهر بيك؟ خلاص غريب، أنا اليوم بخبره وبكره برد لك خبر. ماشي عمي،
المعاملة مع مظهر بيك غير شكل، على كيف 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 كيفك الغريب. أخي كل الناس خير وبركة. قال له بتعرفه؟ قال له بعرفه. قال له جربته؟ قال له لا. قال له معناته لساتك ما بتعرفه. هزوا بدنك، مزبوط كلامك، وبكرة رح تعرفه لمظهر بيك على حقيقته، وخدها مني. إن شاء الله عمي، إن شاء الله، كله بإذن رب العالمين. قال يا عمي حامي أحلى غريب وأحلى قبضاء. لك صحيح غريب يهزوا بدنك، انت كيف هيك بتقتله لماجد الفوال وبتكسر له كل محله قدام الناس؟ هذا يا سيدي كنت قاعد عنده عم اكل صحن فوق، مدري شلون هيك طقت براسي، حبيت اعمل له فركه اذن. قمت وعملت له طرني وطرني، كسرت له الدكان فوقاني تحتاني، طحبشت له العده. شفتها؟ بس بيني وبينها هو مسكين والله مو عامل شيء. اذا هيك ليش عملت كل الطرني؟ هزوا بدنا. تركيني من شان الله، تركيني. لك تعيشوا تركيني. جاوبيني، مزبوط كلام الناس؟ مزبوط امي، مزبوط. مزبوط كمان عم تقولي؟ لك شو كنتي عم تعملي انت وياه؟ انا خلصيني جاوبيني. امي صبري بده يعني شو؟ بده يتجوزني. تعي لهون. يتجوزني؟ عم تقوليها بكل جقارة كمان؟ بده يتجوزني على سنة الله ورسوله. لك الله لا يوفقك، فهمية؟ انت فيكي مخ؟ لك تعي لهون. انت بتعرفي ان هدول عدوين إلنا؟ لك عدوين إلنا هدول؟ لك امي مشان الله تركيني. لك تعي لهون، فهميني شو قصة؟ تركيني مشان الله، وحياة الله ما تعي شو؟ تعي فهميني شو قصة بيك؟ قصتك بالمخ. افتحي الباب؟ لا تفتحي، ذنبك على جنبك، بس يكون بعلمي، بس يرجع أخوك رح خبره بكل شيء وأنت بتتحملي النتيجة، فهمتي؟ الوحيدة اللي بتجي بتشق علي وبتزورني. شبكي خير؟ من شو متضايقة؟ احكي لي تقبشيني، احكي لي. جوزي يا افتكار منغص علي عيشتي، ما بيخلي لي اطلع ولا فوت، حتى لعند اهلي ممنوع، غير رجلي على رجله وبالمناسبات كمان. يو، وليش بقى هيك؟ هيك عقله صعب وطبعه عسر، ضد اعله المره تطلع برات البيت. دايما الدوم بيقول لي المره ما لها غير طلعتين بحياتها، من بيت اهلها لبيت جوزها ومن بيت جوزها على القبر. بعيد الشر عن قلبك فكرية، عن جد عن جد الله يعينك على أعلاته. شو طالع بإيدي افتكار؟ مو طالع بإيدي شي غير إني أصبر، مشان هيك لا تقطعيني، كرمال الله كرمال الله ضلك وديني وزوري. خلاص إلك علي ما أقطع عنك لزيارة. شو كنتي بدك خبريني؟ أخي نسوانا كاملة ومطيعة بدهم يتعالجوا مشان يحبلوا ويجيبوا لك. ايوه، هلا هن قالوا لك ولا أنتي هيك بدك؟ هن قالوا لي وأنا كمان بدي إياك تعالجوا. لك أختي والله ما قصرت مع حدا، لا مع مطيعة ولا مع كاملة، عالجتهم ودفعت دم قلبي وما حبلوا. شو بدك يعني تساوي أكثر من هيك؟ يا أبو عم، انت وقت تجوزت مطيعة كان العصم اللي قاعد بوشنا والحكمة تبعهم ما كانوا يعرفوا العطر من المرأة ولا من الرجال، مو مثل هلا. شلون يعني مو مثل هلا؟ يعني هلا صار عنا في أطباء وحكمة درسوا الطب وبيعرفوا
بيقدروا يعرفوا المرة اللي بتحبها واللي ما بتحبها. والله بعرف لك أختي بعرف. ما دامك بتعرف إنه صار عنا حكمة، ليش ما أخذت مطيعة وكاملة وعالجتهم؟ ما أجاني ولد من فوزية شو بنا؟ حتى لو إجاك ولد من فوزية اللي هلأ إدنا معنا، كمان لازم يجيك ولاد من مطيعة وكاملة، ولا أنت خلاص جبت هالولد وما عاد بدك غيره؟ لا شو ما بدي، أعوذ بالله، بس لسه رب العالمين يا أختي ما أكرمني وحبلت فوزية. ولي فوزية؟ نعم شهيرة خانم؟ تعي تعي لهون، تعي تعي مريني شهيرة خانم. انتي ليش لهلأ ما عم تحبلي وتجيبي ولد تاني لجوزك؟ أنا يا شهيرة خانم. شو انتي؟ احكي شو عاملة بحالك ولي؟ أنا أصلاً ما بدي أجيب ولد غير ابني عامر. شو؟ سامحني يا ابن عمي، سامحني، بترجاك سامحني. هلا شو بدي سامحك؟ يا رب سامحني، يا رب سامحني. لك عيكي، ليش ما عم تحبلي؟ أنا كنت عم بشرب شغلات تمنع الحمل. شو هي الشغلات اللي عم تشربيها؟ شهيرة خانم، بتعرف عن شو عم بحكي؟ الله لا يعطيك العافية. قولي لي شو هي الشغلات اللي عم تشربيها وليه؟ يا رب سامحني، يا رب سامحني، يا رب سامحني. لك روحي، الله لا يسامحك يا رب. وأنا عم أقول لحالي ليش ما عم تحبلي؟ تالي أبصر شو عم تعملي لحتى ما عاد تحبلتي. لك روحي، إلهي يمنع عنك الجنة. لا شهيرة خانم، والله العظيم أنا بخاف من الحبل والولادة، والله بخاف. لك روحي، الله لا يوفقك يا حق. الله لا يوفقك، معناتها كانت تكذب علي لما قال لها بدي ولد تاني وتقول لي الله بارات. لعمة ايدك، ايدك سامحني، ايدك ما حسامحك. اسمعي وليه، ما بسامحك لا تحبلي مرة ثانية. امرك يا عمي، امرك امرك. وليه مين علمك تاخدي هالشغلات؟ دايم سعيد. يخرب بيت قلبك، ومن العلم وشي. قومي. حاضر حاضر. عجبك وبتقلي لي عالجه؟ دبارة عندي هالأم سعيد، أنا فرشي. وشو بيتطلب منا نحن جاهزين أختي أم سعيد؟ هلأ أنا بدي أفهم منك، العريس مين هو؟ شو بده؟ قديش عمره؟ شو بيشتغل؟ شو معه مصاري؟ قديش عنده مال كانات؟ مين أهله؟ شو أصله؟ شو فصله؟ مشان أعرف دبر له عروس عم نتوبه. هلأ بدك تدغري، العريس حالته معترة تعبانة يعني، بس رايد السترة. كل اللي بعرفه أنا إنه هو قرايبه لصياح بيع الحليب. مشان هيك معزو قلعتك. معزو ما قلعتني، هي قالت لي إنه ما عندها بنات لجواز، تصطفل، هي حرة ما بدها تجوز بنتها، وبنات الحلال ما في أكثر منهم يا أم سعيد. إيه معها حق تقلك ما عندنا بنات للجواز، لأنه هذا الشاب غريب عن الحارة وما بنعرف عنه شيء، لا أصله ولا فصله ولا مين أهله. هلأ خلاصة الحديث، بدك تساعديني أم سعيد ولا لا بهالجوازة؟ بذمتك وبضميرك وحلفتك، أنا شو بشتغل؟ داي وخطابة. وأنت قلتيها، تكرم عينك، خلص رح دور لك بكل بيت فيه بنت غرض الجواز، بس مو البيوت يلي أهلها فوق فوق فوق، لا، البيوت يلي تحت تحت تحت، يعني من توبه للعريس. هلأ معك حق ما تفوتي غير هيك بيوت، لأنه الشاب معتر وحالته تعبانة، بس تعبتك محفوظة أم سعيد. ها تسلميلي، خيرك سابق. أم سعيد الله يرضى عليكي، قد ما فيك استعجلي بهالجوازة لأنه صبي حابب يفرح بحاله. من عيوني. يخلي لك عيونك يا رب. رح قوم ساوي لك فنجان قهوة. والله ما تعذبي حالك. ولو. وانتي شلونك يا بنتي؟ الحمد لله، منشكر الله خالتي أم صافي. دائما الحمد لله. أي والله الحمد لله. سبحان الخلاق العظيم، الله ما كمل حدا من النسوان إلا ستنا فاطمة وخديجة ومريم وآسيا. إيه الله يبعث لك ابن الحلال اللي سر قلبك وخاطرك يا رشيدة. بس تجي أم سعيد، بدي اندفع بهدلة ما صارت، وبدي أقلع من البيت على ملا وشها. خلص شهيرة خانم، سامحيها هالمرة. لكن عم تعلمك ما تجيب أولادها لأم لسانين ونص، دبارة عندي. شهيرة خلص أختي، أنا وافقت. بكرة الصبح دخيل عينك، خدي مطيعة وكاملة على المستشفى، خلي الحكمة يعالجوهن وشوفوا ليش ما عم بيحبلوا. هو هيك أخي، من عيوني تقبرني. الله يخلينا ياك يا ابن عمي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك.
ربي ما يحرمنا منك يا نور عيني. الله يخليك يا مطيعة. يا ابو حمود اللي صار ما حدا راضي عن فيه لا بحارتكم لا بحارتنا، بس ما لازم ندخل النسوان بمشاكلنا. شو قصدك استاذ فهمي؟ قصدي انه انت لازم ترجع مرتك، وما لازم تضل هيك، والا منكون مثل عم نكب على النار زيت. لا سيدي ما رح رجعها، شو بدك تفضحني قدام الحاره؟ ليش يا ابو محمود؟ ليش انت تجوزت لترضي اهل الحاره؟ ما انت تجوزت لتنستر مزبوط؟ مزبوط. والمخلوقه ما غلطت لا بحقك ولا بحق امك واخواتك، مزبوط لما لا؟ مزبوط. بقى لازم ترجعها، اصلا انت ما لازم تطلقها من الاساس. اللي صار صار عمي، الواحد لازم يعمل كرامه لاهل حارته ويكبر بعيونه كمان. مو بحساب انت استاذ ومحامي وبتفهم. يعني البني ادم ما بيكبر بعيون رجال حارته الا اللي يطلق مرته؟ لا، لازم تفهم انه كرامه اهل الحاره اغلى من 600 مره. يا الله على عليتك يا ابو محمود. ليش بقى سيدو؟ شو شايفني مجنون ولا ريالتي شاطه؟ لا على سلامتك ابو محمود، على سلامتك. بس نحن بدل ما نسعى للصلح بين الحارتين ونصفي القلوب قاعدين عم نفكر كيف بدنا ناذي بعض. اسمع عمي، صخر لازم يطلع لاختي، عم تفهم ولا لا؟ ايوه. خذ لنا طريق معيتك يا شريف. يلا يا رب. يلا يلا. خلينا نفكر منيح قبل ما نتصرف. اوعك تأذي اختك ها، لانه يمكن ملحق عليها. على مين الحق لك امي؟ على مين الحق؟ الحق على هذا صبري يلي صار يلحق لبرات الحاره. امي اسمعني منيح تقبرني، اختك ضعفت قدامه لانه عمرها صار من فوق العشرين وما حدا اجى طلبها. البنت بهذا العمر بيروح كل تفكيرها لأول شاب بيحكي معه كلام حلو. يحلى وبرع على هيك عملة، بس أنا بورشية. لا أوعك تتصرف بأي شيء هلأ ها. شو يعني؟ إلا كتر خيرك على العملة اللي عملتيها، فضلتي علينا وعلى عائلتنا، وصلتينا للصرامة، نسكت لها كمان؟ لك يا ابني ما رح نسكت لها، بس من حاكيها بالعقل ما بدنا ننفضح قدام الناس تقبرني، فهمت علي؟ يا ما خلت فيني عقل لما عرفت شو عامله هي وصبري الزفت. مظهر اهدى شوي، فهم علي يا ابني، نحن عائلتنا مستواها اعلى من كل اهل الحاره ونحن منختلف عنهم كثير. شو يا ابني؟ نحن ما مشينا مثل ما مشيوا اهل الحاره بهذا الجهل يلي عامي على عيونهم ومسكر على راسهم. نحن طلعتنا بالحاره غير طلعتهم،
خلينا اختك تروح تدرس بمعهد التمريض، يعني مو مثل بناتهم قاعدين بالبيت لا شغله ولا عمله، وبيروحوا بيجوزون هن وصغار، والوحده منهم ما بتكون فهمانه شيء، يعني هذا مو من مستوانا. يعني بدك ما احكي معها شيء؟ لا يا امي، لازم تحاكيها، بس لازم تفهمها انه هذا اللي عم تعمله مو منيح ومو صح وما بيليق بعيلتنا، لانه عيلتنا فوق فوق، حدا بيوطي راسه وبيحكي مع هيك ناس؟ لازم تفهمها انه نحنا ما رح نوافق انه تتجوز هذا اللي اسمه صبري، ولازم تفهمها كمان انه نحنا ما رح نسمح لها تتجوزه لو شو ما صار. خليها هيك بلا رجال طول عمرها، أحسن ما تتجوز واحد مثل هاد ما عليه لا القيمة ولا القدر مثلنا. فهمت علي تقبرني؟ حدا منكم بيعرف بيته؟ وليش عم تسأل غازي يا فندي؟ يعني مشان يجوا أهله وياخذوه ويدفنوه بمقبرتهم. كيف هيك غازي يا فندي؟ بدون ما تحقق شلون قتل؟ يعني إذا الزلم ارتحم والقاتل هرب وما حدا شافه ولا بيعرفه، شو بدي حقق؟ قداس غريب، خدوه على بيته. صار مليك. يلا شباب تعال. عمد ساعدون. قول والله لا اله الا الله. الله يرحمه. يلا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ما غازي. وعليكم السلام ورحمه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الشغلة. معقول الحكي لتقديني؟ لا يا عقيل، ليش من إمتى أنا بكذب عليك؟ لبشارة يا عقيل، لبشارة صاحبك، اقروا عليه الفاتحة. دادوش، أنت متأكد إنه نتاه؟ لك أنا عقيل متأكد، ضربته ضربتين بالخنجر عم ما عطس. قلت لك شغلته فاضية معي. ما حدا شافها؟ لا يا عقيد، لا حدا شافني ولا عارفني. وشلون قتلته لك دادوش؟ رح أقول شلون قتلته. لما شافني جاي عليه بالخنجر جفل بأرضه، ضربته أول ضرب ولحقته بالثاني، قام ما عطس، دغري سلمها، الله يرحمه. يا عليك دادوش، الله معينا باك. قلت لك عقيد، قلت لك من الأول دادوش رجال قبضاي وبيعجبك. والنعم والله. مسيك، تستاهلها. بس بدي منك هالكام يوم تكف مغياب عن الحارة. شنو شغلتك طرية لسا؟ وأنا بأمرك عقيد، بأمرك وبأمر كل القبضايا. تأمني شي هلا؟ سلامتك. السلام عليكم. الله معك مع السلامة. الله معه القبضاي. مبروك عقيد، مبروك عليك الذهبات. تعرف أبدي، قتلت صياح عندي بسوى كل الذهبات. شنو كان هم ونزاح من دربي؟ عقبال ما نشوف رجال حارة الأصابع بيهروا قدامنا مثل الدبانة يا عقيد. بس والله شي بيحط العقل بالكف. يعني معقول صياح يخاف من دعدوش؟ وليش لحتى ما يخاف؟ يعني كمان دعدوش رجال قبضاي ومعدل وذكرت. وبيجوز بيجوز يعني بيجوز يكون جاي غدر، مو هيك عقيد؟ ايوه. وما نعرف القاتل ما؟ لا لسه ما عرفوا سيدي. تروح بتخبر أهل الحارة إنه اللي قتل نايف الحلاب هني أهل حارة أبو صخر. وإن شو قلن معه لحتى يقتلوا سيدي؟ إيه والله راحت عن بالي هاي. لك هني قاصدين صياح وبلشوا بنايف يا دب. لك صح صح معلم، مزبوط مزبوط حكيك مظهر بيك، لأنه حارة أبو صخر عندها تار مع صياح من وقت العلقة بحارتنا. وكمان بتروح على حارة أبو صخر بتفهمهم إنه أهل حارة القصاب عرفوا إنه أنتوا اللي قاتلينه وإنه ناويين عليكم وجاي حسابكم. فهمت؟ مشي مظهر بيك مشي. يلا حليم. خير أمي؟ شو في؟ قرايبه للحلاب لقوا مقتول برات الحارة. عبال ما يلاقوكي مقتولة، اوعك تفكري تطلعي برات هالبيت بعد اليوم، من هون مالك طلعة غير على القبر، فهمتي؟ دي راستي أخي. ما بدنا إياها، ما بدنا إياها. لا، بدنا إياها تكمل دراستها.
لا أمي ما بدنا إياها، إلا إذا عطتني وعد ما تحاكيه ولا تشوفه ولا توقف معه بالطريق. خلص تقبرني، أختك بتوعدك إنه هي ما عادت تشوفه وما عادت تحكي معه، ما هيك؟ سمعيها لأخوك من تمك. وعدك أخي، وعدك ما بقى شوفه ولا تحاكي ولا توقفي معه بالطريق ولا أحكي معه ولا وقف معه بالطريق. وإذا خلفتي بوعدك يا فهمي وقفتي معه وحاكيتي؟ خلاص صبرني، أختك وعدتك ما رح تكذب عليك. يعني أمي دي اسمعها من تمها، من تمها إلها. قولي يا بنت. خلص أخي مثل ما قالت أمي. ماشي الحال أمي، ماشي الحال، رح أنسى القصة ورح أعتبر أنه بنت صغيرة وغلطت ومو عارفاني شو عم تساوي. بس إذا بتخلفي بوعدك ما رح تكوني مبسوطة بنوب بنوب بنوب. أمي الله يرضى عليكي، اسمعي الكلمة ولا بقى ترجع تعيديها، لا بقى تشوفي ولا بقى تحكي معه، ها؟ أحسن ما أخوك يأذيكي، فهمتي؟ قومي تقبريني، قومي كملي دراستك، يلا طلعي على غرفتك. لازم يعرف غازي أفندي مين القاتل، لازم يعرف، لأنه يا جماعة في وراء قتل نايف قصة كبيرة. الزلمة ما حدا بيعرفه غير أهل حارتنا، فما فينا نتهم حارة أبو صخر. مظبوط كلامك يا أبو عامر، ليش لحتى يقتلوه؟ شو قلن عنده؟ لا الزلمة قتل، بدنا نعرف مين قتله وليش. أبو سليم أكيد القاتل واحد من المحابيس اللي طلعوه، ويمكن طمعان بغلة الحليب. لسه بنرجع متهم المحابيس اللي طلعوا الفرنساوي، وننسى حارة أبو صخر، وشوية زعران بالحارة عم يعملوا مشاكل. أبو سليم أنت مين تقصد يعني؟ أخي الرجال مات برات الحارة، وبجوزها بجوز اللي قاتله واحد من أهل حارتنا. شنو من وقت ما طلعوا المحابيس لهلا ما شفنا واحد منه. السرعة اللي صارت بالحارة كمان بتأكد أنه اللي عاملها من الحارة مختار. أبو جميل شو رأيك أنت؟ والله يا مختار شايف لك الطاسه ضايعه، لا رح نعرف مين القاتل ولا مين سرق بيت ابو هاشم الا اذا راقبنا الناس وعرفنا مين عم يفوت ومين عم يطلع الحاره. وانا مع ابو جميل، انا رايي انه لازم نراقب الطالع والفايت ونراقب الشباب اللي عندنا كمان، وخاصه الزعران منهم. هلا ما لقيتوا غير هالهفتان تقتلوه تبلوا حالكم بمشاكل ابو صخر. مين قصدك حامي؟ نايف ابو صخر. نايف؟ نايف؟ مين نايف؟ بيع الحليب اللي اجى اليوم على حارتنا بدل صياح. شلون شلون شلون؟ مو انت اللي قاتله بصخر؟ انا اللي قاتله؟ هيك اهل حارتي عم بيقولوا. اهل حارتك هيك عم بيقولوا؟ وناويين لك على نية ليطالعوا فيها الخمير والفطير والفصة والفول والقمح والشعير. بريت سمتي خاطرك. قال له لمظهر بيك يأخر اهل حارته شوي، يعني إلهيهم بس لبين ما نجهز حالنا لفوتته. تكرم عينك أبو صخر. السلام. والله لا يوفق على العملة يا دعدوش، يخرب بيته. لك قاتل مين بدل مين؟ قال لك عقيد، قال لك بتحب ذكرها؟ ذكرني. قال لك إنه اليوم صياح ما إجى على الحارة ليبيع الحليب، وبعد محله واحد اسمه نايف، ودعدوش ما بيعرف لا صياح ولا نايف، وراح قتله لنايف، يعني خسرنا الذهبات وخسرنا فرحتنا بموته لصياح. القرية عايش ورجع لي يا مدون. صياح نايف انقتل برات الحارة،
صياح الله وكيلك ما حدا سواله شي بالحارة، الله وكيلك. نايف يا نايف، نايف رد علي كرمال الله، رد علي. قوم يا عريس قوم. كشف على ابنه وقامت القيامة بالبيت مشانك. دير بالك على حالك يا صبري، ولبقى توقفني بالطريق لأنه في حدا عرفان بعلاقتنا. هلأ هو شايفك وشايفني وعم يراقبنا. من يوم رايح لا تلحقني، وأنا بشوف شي طريقة لحتى أشوفك وأحكي معك. بحبك صبري، بحبك. شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي، هي اللحن الذي أقوى تجلت فيه أنغامي، بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي، فعطر الشام يحييني أداوي فيه آلامي. وإن الله
إشراق بأيامي، هي اللحن الذي أهوى تجلت فيه أندامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي عجزت بما